مالناش علاقه ومش هتتضرروا ومش هتاخدوا حاجه وهتخرجوا وده حق الدوله. احنا اتصلنا طبعا بمحافظ القاهره الدكتور جلال السعيد، قال لا علاقه لي بالامر والامر يخص وزاره النقل. اتصلنا بوزير النقل سيد الجيوشي وخارج البلاد، لكن الحقيقه هنضم الينا هاتفيا الاستاذ احمد ابراهيم المتحدث الرسمي باسم وزاره النقل. مساء الخير يا فندم. استاذه رشا مساء الخير عليك وعلى كل مشاهديك الكرام. اهلا وسهلا يا فندم. الحقيقه انا عايزه استوضح من حضرتك الامر، واحنا عرضنا التقرير حضرتك عارف ان بيجي لنا بعض الشكاوى من الناس، فاحنا هنا قدام هدف جيد للدوله وهو التوسع في مترو الانفاق، لكن في نفس الوقت في مجموعه من اصحاب المحلات المتضررين، يعني عايزين برضو نمشي واحنا بنمشي صح بس من غير ما حد يتضرر، هل المعادله دي صعبه؟ لا طبعا مش صعبه، لان الدوله اصلا هدفها هي خدمه المواطن والحكومه جايه عشان تخدم المواطن واحنا كلنا مواطنين وكلنا يعني هي الدوله ايه؟ ما هي شعب وارض ومواطنين، فالمواطن عنصر اساسي في الدوله. طيب اصحاب المحلات دول احنا لو في ايدينا يا فندم ما نقدرش نهد يعني يعني نتجنب هدم او ازاله المحلات لن نتاخر. يا استاذة رشا احنا اللي بندفعه في التعويض ونزع الملكية مبالغ عالية جدا، يعني احنا لو نقدر نتجنب هنتجنب، لان ده بيكلفنا كتير. ما هيش هواية عندنا او احنا بنعمل ده يعني كده عندا في حد او احنا بنقصد نعمل او نتعمد نعمل ده. احنا بس خلينا نقف عند النقطه دي يا فندم. اتقال ان في وعود ليهم وقعد معاهم مجموعه من المسؤولين في وزاره النقل ان هيتم تعويضهم بمحلات، مش طب احنا هنعوضهم بمحلات فين يا فندم؟ هقول لحضرتك الحاجه، هي وزاره النقل عندها محلات اصلا؟ هي المنطقه دي ملك محافظه القاهره، واحنا فعلا يعني تواصلنا مع محافظه القاهره، ومحافظه القاهره يعني طبقا للقرار رئيس مجلس الوزراء بتطوير منطقه ماسبيرو مش هيبقى فيها محلات اصلا، يعني المنطقه دي اصلا مش هيبقى فيها محلات، يعني بصرف سواء كان المترو جاي او مش جاي هذا المكان خلاص يعني بس حضرتك عايز تعمل برضو موضوع الهدف نبيل جدا، حضرتك عايز تعمل هدف تنموي وده مهم جدا وده دور الدوله، لكن حضرتك في نفس الوقت مش عايز تضير البعض، لان اداره البعض في هذا الامر هتبقى مساله خطيره. عادل يعني تعويض عادل يا استاذه، تعويض عادل وبسعر النهارده ده ما خدش محل. هل المبلغ ده يقدر يشتري بيه اي محل تاني في اي مكان تاني؟ ما هو ده اصل منظر اكل عيشه. اعتقد المنطقه بتاعت ماسبيرو منطقه غاليه واعتقد ان ممكن مكان هيبقى اغلى من اي مكان تاني، طبعا الخبراء هم اللي بيحددوا ده. واعتقد ان ممكن المبلغ اللي بياخدوه يعوضهم في اي مكان تاني. طب خليك معانا يا استاذ احمد، انا بشكر حضرتك، خليك معانا على التليفون عشان نسمع الاستاذ علي العمده احد المتضررين او احد اصحاب المحلات. يعني المتحدث باسم وزاره النقل زي ما حضرتك سمعت يا استاذ علي بيقول ان هيتم تعويض حضراتكم ماديا والمبلغ ده تقدروا تشتروا بيه محل في مكان تاني، هل انتم موافقين على هذا الامر؟ استاذ علي بيقول ان هيتم تعويض. ممكن نوطي التلفزيون بس؟ بقول لحضرتك اتفضل. بقول لحضرتك الكلام اللي بيقوله ده المسؤول عن هيئه الانفاق كلام عاري من الصحه. المحطه اللي هم هينشئوا عليها محطه ماسبيرو المساحه بتاعتها هتيجي مثلا 5000 متر، هو هينزع مننا حوالي 40000 متر. ال 40000 متر دول هيعملوا ايه؟ المساحه دي بتاعت 10 فدادين اللي هم هينزعوها مننا، هينزعوها ليه؟ ليه كل ده؟ ما هو قال لحضرتك مثلث تنميه مشروع تنميه ماسبيرو مش هيبقى فيه اي محلات في المنطقه. المثلث بتاع ماسبيرو غيرنا احنا خالص، احنا تبع هيئه المترو، المربع بتاعنا تبع هيئه المترو. حضرتك هيئه المترو دي جت وقعدت معانا مره واثنين وثلاثه وجابوا لنا هم وجايين شوكولاته وجابوا لنا هم وجايين كنز وجابوا لنا مياه غازيه وجابوا لنا مياه غازيه وقالوا لنا هنديكم محلاتكم وهنعمل لكم محلاتكم بمباني خفيفه، مباني خفيفه. محلات خليك معايا يا استاذ علي، محلات في نفس المنطقه بنفس مكانك بالظبط، لدرجه ان هم في نفس المكان لدرجه ان مين اللي قال لحضراتكم الوعود دي؟ اللي قالوا لنا المهندسين المسؤولين عن هيئه المترو بوجود الممثلين بتوع البنك الاوروبي كانت موجوده موجودين معاهم وموجود وجود. الكلام ده من امتى يا استاذ علي؟ من 3 سنين عملوا معانا 10 15 اجتماع عندنا وعندهم
طب هم بيتملصوا من الكلام ده كله ليه؟ والصالح مين؟ الصالح المحطه تتعمل على العين وعلى الراس، بس المحطه بعيده عننا خالص. طب الارض اللي هينزعوها دي كلها هينزعوها ليه؟ طب ينزعوها وجملوها وحطوا محلاتنا واحنا نساعد في نظافتها ونساعد في بناها، بس اي تعويض مادي هو هيديهم لنا مش هيكفينا. هو لو ادانا محل في جامعه الدول مش هيعوضنا عن محلاتنا اللي في وكاله البلح. انتوا عارفين حضرتكم وكاله البلح المحل فيها سوي قد ايه؟ انا عندي محلاتي بقالي مثلا 40 سنه فيها، مولود فيها، انا واولادي هنروح فين؟ انا عندي اولادي في مدارس غاليه، هوديهم فين؟ وعندي ديون للبنك اسددها منين؟ وحضرتك الكاميرات جت عندك حضرتك وصورت، انا عندي ديون للبنك. طب خليني، طيب هنا. انا اقدر يا استاذ علي انفعال حضرتك، بس انا بس عايزه يعني زي ما حضرتك بتقول ان احيانا الاهداف بتبقى متعارضه، يعني حضرتك عارف ان مشروع الدوله بيه بتنمي قصدها خير للناس كلها، واكيد انتوا كمواطنين مصريين مش هتبقوا رافضين يبقى فيه ناس كتيره بتستفيد وناس لا كتيره لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار، ده مظبوط. بس خلينا اوصل للصيغه اللي حضرتك كنت بتقول عليها، تم الاتفاق معاكم من قبل مع بان هيتم تغيير واجهه المحلات حضرتك. كذا اجتماع حضرتك وهنعملها بالمواصفات، هيعملوها لنا بالمواصفات اللي هم عايزينها. طب خلينا نعرض الكلام ده على الاستاذ احمد. حاج معانا يا استاذ احمد؟ هو طبعا في محطه وفي تهويه، ده المترو فندم يعني محتاج مساحه كبيره عشان التهويه. احنا حتى على ماسبيرو يعني المفروض بناخد من جراج ماسبيرو، كنا المفروض هناخد الجراج، ولكن احنا سيبنا يعني ايه الجزء، خدنا منه الجزء اللي احنا هناخده جراج تبع مبنى الاذاعه والتلفزيون كمان. فاحنا يا فندم ما بناخدش زياده على اللي احنا محتاجينه، لان ده بيكلفنا كتير جدا. طب خلينا بس في قلب القضيه يا استاذ احمد، الناس دي اكل عيشها، وانا حتى قبل ما يدخل معانا استاذ علي انا في البدايه يا فندم قلت لحضرتك احنا الدوله مهمتها ان هي توفر الحياه الكريمه للمواطن. ما هو انا يا استاذ احمد انا عايزه اكون موضوعيه مع حضرتك وواضحه عشان الوقت، بس بالتاكيد هذا المنظر اللي احنا شايفينه منظر غير حضاري وغير لائق، وممكن هم عندهم استعداد زي ما قالوا ان يتم بناء هذه المحلات بطريقه مختلفه وفقا للتصميمات اللي حضراتكم هتقدموها او المسؤول عن مشروع التنميه في هذا المكان يقولها. هم عايزين قدر من المرونه، يعني هم يتنازلوا وانتوا كمان. والله لو هي بعيده عن مناطق التهويه، انا 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 يعني انا انا مش فني، انا حضرتك انا مش فني في القصه. طب ما هو لازم تتشكل لجنه، ما انا عايز اقول حاجه. فعشان يعني كده انا عشان كده احنا هم قعدوا مع هيئه الانفاق اكتر من مره، وفي قرار جمهوري بنزع الملكيه للمنفعه العامه كمان، والمفروض الناس هتبدا تشتغل يا فندم. يعني احنا في النهايه واحنا بنطبق القانون هم رافضين يقعدوا يا فندم، ده هم رافضين يقعدوا، هم بيقولوا لك جيبوا لنا محلات لما نقعدش اصلا. يعني هم بيقولوا لك جيبوا لنا محلات لما نقعدش. لا هم بيقولوا مش عايزين يسيبوا محلاتهم، عايزين يعملوها وفقا للتصميمات اللي حضراتكم كنتوا وعدتوهم بيها في لقاءات تمت قبل كده معاهم من قبل المسؤولين. والله يا فندم احنا في وزاره النقل لو عندنا اي حاجه هنقدمها، لو عندنا اي محلات هنقدمها. انا بقول لحضرتك المنطقه تبع محافظه القاهره، واحنا تواصلنا مع المحافظه، والمحافظه ما عندهاش مكان تديهم مكان بديل. طب احنا ايوه بس حضرتك عارف ان موضوع بياز الحساسيه بيبقى محتاج الى توافقات، يعني لو هي مساله حاجه هتقول لي هنطبق القانون نزع الملكيه للخدمه العامه، هتعمل حضرتك مشكله كبيره. يعني هذا الامر يحتاج الى الوصول الى نقاط للتوافق، مساله مش سهله وقد تقعد مره واثنين وثلاثه واربعه. عارفه التعليمات بتاعه الرئيس يا فندم رئيس الجمهوريه ايه؟ ان التعويض يكون تعويض عادل. كان زمان الحكومه بتاخد بثمن بخس، الوقت التعويض لازم يكون تعويض عادل وبثمن اليوم. ووزير النقل استطاع انه ياخد موافقه من مجلس الوزراء ان المتضرر او اللي بتنزع ملكيته ياخد 75% من التعويض. ما هو واضح يا فندم ان الحل ده يا استاذ احمد مش موافقين عليه، ما هو يعني هذا الحل مش موافقين عليه. ما هو لازم يبقى في حل وسط بقى، يعني لازم يبقى في حل وسط عشان خاطر المشروع. ايه الحل الوسط اللي ممكن تقدمه فيه نوع من التوافق مع اصحاب المحلات دي؟ والله انا الدكتور سعد جميشي في الخارج اول ما هيجي انا هعرض عليه المشكله ونشوف. لا ما فيش مشكله خالص. هذا الامر يحتاج الى حوار الحقيقه، يعني مساله ان احنا نطبق صحيح القانون، بس احنا واحنا بنطبق القانون محتاجين ايضا روح القانون، يعني المساله بالضبط. تتم بنوع من التوافق بصراحه علشان ما يبقاش في رفض شعبي لبعض القرارات اللي ممكن تكون للصالح العام. وانا باكد ما بدات بيه يا استاذه رشا ان صح. احنا الحكومه والدوله هي مهمتها ان هي تحافظ على اكل عيش المواطنين وتوفر لهم حياه كريمه، مش ان هي تتعسف معاهم زي ما كان بيحصل زمان
وان هي تبقى في نوع من الاذعان. الكلام ده خلاص ما عادش. طيب انت حضرتك وعدتنا انك هتعرض الموضوع برمته على الوزير عقب عودته ان شاء الله، ونتمنى ان احنا الاسبوع القادم نسمع من حضرتك كلام تاني في هذه القضيه. الاستاذ احمد ابراهيم المتحدث الرسمي باسم وزاره النقل المصريه، شكرا يا فندم. والاستاذ علي العمده صاحب احد المحلات في هذه المنطقه، شكرا يا فندم. بنحاول نتفاعل مع بعض.